بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ دلوقتي كورس البيزكس البايثون. هنبتدي كورس البيزكس، تمام؟ هقول له نيو بايثون. احنا طبعا بنفتح اناكوندا زي ما كنا سطبناه. بايثون، تمام كده. وهقول له خلاص كده، تمام. هنا ممكن اعمل رينيم للاسم بتاعي مثلا، برنت مثلا، اللي احنا ايه هنتعلم ازاي نطبع النهارده، تمام كده. طيب، برنت في البايثون، البايثون طبعا بيعتبر من اسهل اللغات اللي ممكن تتعامل بيها، تمام كده، زي ما هنعرف. تمام، انا مثلا هقول له برنت، اقول له تمام كده، هعمل دبل كوتيشن واقول له احمد. طيب، وهنعرف ليه انا عملت دبل كوتيشن. طيب، واقول له رن، هيطبع احمد بكل سهوله كده. خلاص، يبقى امر برنت لو عايز اطبع برنت. طيب، تمام. ممكن اكتب دي بصيغه تانية، هي برضو، بس اقول له سنجل كوتيشن احمد واقول له رن، تمام كده. يبقى دبل او سنجل. طيب، تمام. ايه الكونسبت برضو؟ يعني انا عايز افهم يعني ايه هو عمل برنت لسترينج دي كده، بنسميها سترينج، تمام. يعني ايه سترينج؟ اللي هو الفاليو بتاعتها تكست. انا عايز بس، طيب لو انا عندي ايه انواع الفاريابلز اللي انا ممكن ادخل فيها؟ عندي حاجة اسمها نمبرز، انتجر نمبرز، تمام كده. وعندي فلوت نمبر، تمام. وعندي بوليان، ده كده اللي هو ترو اور فولس، تمام كده، ده اللي هو ترو اور فولس، تمام. وعندي حاجة رابعة اللي هي السترينج. دول الفاريابلز اللي احنا عايزين نعرفهم، تمام كده. انتجر، فلوت، دول نمبرز. النمبر يا اما انتجر اللي هو رقم صحيح، او فلوت زي مثلا 3.5 مثلا، 4.6 وهكذا. البوليان اللي هو ترو اور فولس، والسترينج اللي هو زي احمد كده، التكست اللي احنا بنكتبه، بس لازم اكتبه بين كوتيشن زي ما احنا عاملين، يا اما سنجل يا اما دبل. طيب، تمام. دلوقتي انا عايز اعمل مثلا ايه فاريبل مثلا اسمه مثلا برايس مثلا، تمام. برايس ايكوال 20، تمام، ماشي كده. انا عرفت فاريبل زي ما احنا شايفين كده، انا كده عرفت في الميموري حاجه اسمها برايس اللي هي العشرين. يعني انا دلوقتي لو قلت له برنت وافتح كده واقول له برنت البرايس، هيعرف على طول، هيستدعي ايه؟ هيستدعي العشرين. فانا كده بقول له برنت برايس، البرايس اللي هو عارف انها العشرين، تمام كده. تمام، احنا ماشيين واحدة واحدة، يعني انا هبقى بطيء في الاول وبعد كده هنسرع، بس عشان ايه اللي هو ايه اللي هيبتدي معانا من الصفر كده، ما يعرفش اي حاجة في البايثون، هيبقى مناسب معانا جدا يعني، تمام كده. طيب، انا عندي دلوقتي برنت برايس. طيب، في حاجة في البايثون كده الكونسبت بتاعه عايزين نعرفه. لو انا عندي برايس مثلا ايكوال 20،
وكتبت برايس ايكوال 60. تمام. طيب عايز اقول له برنت البرايس هيجيب لي ايه لو انا قلت له برنت البرايس هيعمل ايه؟ هيبرنت الستين. ليه؟ البايثون بيتقري لاين لاين من التوب، لاين لاين فروم ذا توب. يبقى انا كده لما اقول له برايس ايكوال 20 برايس ايكوال 60 هو كده خلاص، يعني الستين دي هي الـ الاخيره، هي اللي هتسوبرسيد العشرين. تمام كده. فانا اقول له run هيعمل الستين. فهمنا المبدأ؟ يبقى المبدأ كده اللي هو بيقرأ سطر سطر من فوق، فهو قرأ ان البرايس بيساوي 20، بعدها قرأ ان البرايس بيساوي 60، فانا قلت له برنت برايس، يبقى هو كده هيقرأ لو قلت له برنت برايس بعد دي يبقى هيقراها 20. تمام كده. يبقى انا لو جبت له دي تاني هنا كده وقلت له run وبعد كده قلت له برنت برايس، لا هنا هيقراها 20. تمام كده. يبقى فهمنا المبدأ. طيب انا عندي مثلا بارامتر اسمه برايس زي ما احنا عارفين ايكوال 70، وعندي مثلا الفلو ايكوال 4 مثلا وخمسة من عشرة، وعندي النيم ايكوال زي ما احنا عارفين بقى بحطها بين كوتيشنز، لازم احط الكوتيشنز دي في السترينج، مثلا عمر. تمام. بعد كده مثلا هقول له مثلا اللي ده is new equal true. تمام كده. انا عرفت اربعة variables. تمام كده. طيب الاربعة دول انا لما اجي اقول له print، احنا عرفنا من كل نوع واحد، ده كده اللي هو الانتجر. تمام كده. ده كده اللي هو الفلوت، هي معلش بالصدفة بس دي اسمها فلو دي اسمها فلوت، لكن هي ده ممكن اسميها مثلا الريت مثلا، يعني اي حاجة يعني. تمام. فالريت طبعا ده رقم غير صحيح، اربعة وخمسة من عشرة، فده بنسميه فلوت. تمام كده. النيم اللي هو عمر ده بنسميه سترينج. بعد كده البوليان اللي هو ترو اور فولس، دوت لو نيو اكتب ترو. تمام كده. فانا لما اجي اقول له برنت الريت اي برنت هو هنا طلع ايرور، عايزين نعرف هو بيقول لك الريت مش ديفايند. برنت البرايس تمام 70 ماشي. برنت النيم عمر تمام. برنت ريت رن 4.5 تمام. انا ما اعرفش ليه ما كانتش عايزه، طلعت ايرور في الاول. تمام كده. تمام. يبقى احنا كده بنعمل برنت، احنا كده اتعرفنا هنا ازاي اعمل برنت. تمام. تمام. يبقى دي كده اول حاجه هنلاقي اول حاجه كده اتعرفنا عليها في البايثون، ان احنا ازاي نعمل برنت وازاي نشتغل على الانترفيس. يعني انا بعمل وعرفنا كمان ان انا عندي حاجه اسمها انتجر فلوت بوليان سترينج. تمام كده. تمام. هنكمل مع بعض ان شاء الله في المحاضره الجايه، نخش في يعني مبادئ برضو، بس ايه واحده واحده كده ان شاء الله.
بإذن الله. شكرا لحضراتكم.